ينشدون لحن الوطن المغتصب إذانا بأعياد الميلاد المجيدة. وفي كنيسة الأرثوذكس أقيمت الصلوات والدعوات كي تنعم فلسطين بالسلام الذي تحطم على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وأخيرا بعد ضغط السلطة الفلسطينية تسمح إسرائيل ل700 من مسيحي غزة دخول معبر إيريز للمشاركة في قداس عيد الميلاد في بيت لحم. نشكر الكل وإسرائيل وأبو مازن والرئيس اللي هم استغلوا للموضوع، بس الموضوع إنه لازم الحدود افتحوا. هذا القرار الإسرائيلي غير المعهود يسمح للعائلات المسيحية بالتواصل مع عائلاتهم في الضفة الغربية والقطاع، حيث سيسمح أيضا بدخول 500 مسيحي من الضفة لزيارة أهلهم في غزة بعد انقطاع دام سنوات عدة. هذا جيد جدا، ومن حب يا رب يصير السلام وتصير بلد واحدة ونروح ونيجي كلنا. هذه خطوة ناقصة. فيعني إذا بتلاحظ بكرة التصاريح، يعني نفس التصريح بعطي للولد بعطيش أمه. وكما سكان غزة يعاني مسيحي القطاع من مشكلة الوصول إلى الأماكن المسيحية المقدسة في القدس وبيت لحم، وذلك بسبب التعقيدات الإسرائيلية على معبر بيت حنون بدواع وذرائع أمنية. ورغم أن الخطوة الإسرائيلية منقوصة برأي البعض هنا، إلا أنها ستدخل الفرحة في قلوب الكثير من المسيحيين الذين عانوا تقطيع أوصالهم بسبب الإجراءات الإسرائيلية على مدار 7 سنوات. للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال من غزة، شريف النيرب.